سيارات طالعة داخلة، سيارات طالعة داخلة. نقول له ليش ما صيرنا؟ يقولوا انتوا ضموا هون، ما عليكم شي ضموا هون. طب اعطونا مي، امنونا انتوا، مو انتوا قلتوا انتوا فتحوا لنا النظام طريق، ليش ما طلعتونا؟ ايه ما بنطلعكم، معناتها انتوا محمين فينا. انتوا كنتوا محمين فينا، احمونا انا. ما حدا يحكي لا يرد خبر ولا شيء. طلعوا لحالهم، بس العصر ما شفنا الا عبد الضب اموره وراحوا. لهذا ابن عمي كثير نحن مشتاقين له، وهو وضعه كثير انسان مقعد. مع الاسف في بيننا وبينه مسافه ما بتبعد شي خمس دقائق مشي، هي اللي بتحرق القلب يعني، انه انسان قريب منك وما بتحسن توصل له، هو بعازة رخيف الخبز وانت شبعان، هو بردان وانت دفيان، نحن موضوعنا انساني. موضوعنا بنتمنى ان شاء الله، وهي فرحه كثير كثير كبيره النا ولكل اهالي حلب.